جزائري يقول لك سوف نحررها بإذن الله، يقصد فلسطين، الجزائر ستحرر فلسطين. هل تعلم يا صديقي الجزائري أن الشعب الفلسطيني يتصدق عليك وعلى السوري وعلى اللبناني وعلى العراقي وعلى اليمني وعلى الليبي وعلى كل من يقول أريد أن أحرر فلسطين؟ نعم، السوري في الجولان أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في الخليل أو في الجليل أو في حيفا ويافا، راتبه يا سيدي يا حبيبي يا مغيب يا مخدوع، راتبه أكثر من 3000 يورو أو دولار. يتصدق عليكم، أنتوا راتبكم 20 دولار، الدول التي ذكرتها دول الشعارات والكذب والدجل. نعم، يتصدق عليكم. تحرروا من ماذا؟ تريد أن تقطع عنهم الخبز والمية والأكل والشرب؟ عندهم ضمان شيخوخة، عندهم جوب سنتر، عندهم معاش، حتى لو يعني إذا ما عمل، لا يعمل في قطاعات الدولة أو القطاع الخاص، لديه معاش من الدولة يعيش منه. نعم، عندهم كهرباء 24 ساعة على 24. لا يوجد لديهم أزمة زيت وخبز وعدس مثل ما عندكم. نعم، لا يتهجرون خارج البلاد، لا يتشردون، ضمان صحي، ضمان شيخوخة، أفضل الجامعات يا رجل. تقول لي نحررها وبإذن الله، وحكوماتكم تبيعكم شعارات. نعم، وبلدانكم مدمرة مزبلة، وشعوبكم يتخدختون في أزقة أوروبا، لاجئين هنا وهناك وفي خيام اللجوء، وبكل وقاحة تنادون بتحرير القدس، وأنتم مشردين تنادون بتحرير القدس. سوريين، لبنانيين، عراقيين، يمنيين، جزائريين، هذه الكذب والشعارات التي خدعكم بها حكوماتكم لأنكم قطيعا مغيب لا يفقه شيئا يا سيدي. الفلسطيني يتصدق على الجميع، نعم، ويعيش بأمن وأمان في ظل دولة إسرائيل. احمد ربك أيها الفلسطيني على هذه الدولة، على هذه الحقوق، الحقوق، الوطن حيث الحقوق والأمن والأمان، حتى لو حكمتك حكومة إلكترونية لا يهم، المهم تكون المنظومة الحاكمة عادلة يا سيدي. هذه نصيحة مني أنا صفوق الشيخ. قال تحرير، قال